خلونا ننتقل بقى إلى الوضع الداخلي في مصر والدور الكبير والجهود الكبيرة اللي بيقوم بيها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، سواء في علاج المتعاطين للإدمان أو كمان تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ما بعد التعافي. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أطلقوا دوري رياضي تحت عنوان أنت أقوى من المخدرات. الدوري ده للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة اللي هي بديلة العشوائيات زي مناطق الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر وغيرها من المناطق. الدوري ربما دي المرحلة الأولى منه وهينطلق بعد كده في مراحل أوسع، وده اللي هنتأكد منه طبعا من ضيفنا الكريم الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أهلا بك يا أستاذ مدحت، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. هي فكرة رائعة، دوري للمتعافين من الإدمان، لأنه مؤكد ومتعارف عليه دايما أنه الرياضة بتحمي من التعاطي ومن الإدمان ومن السجائر ومن كافة الأشكال اللي قد تكون بداية لطريق أطول من الإدمان. الفكرة جت منين وبداية تنفيذها هتكون في أي من المناطق المطورة، وهل هيكون كمرحلة أولى وهتنطلق تباعا في مراحل أخرى؟ خلينا أقول لحضرتك، إحنا الخدمات اللي بنقدمها لمرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خدمات ما بتقتصرش على سحب المخدر فقط، ولكن بتمتد إلى خدمات تأهيل اجتماعي، دعم نفسي، تمكين اقتصادي. الحقيقة حتى كمان التمكين الاقتصادي ده في إطار إعادة دمج المتعافين، وده في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، من ضمنها زي الأنشطة الرياضية وتعظيم دور الرياضة لمواجهة المشكلات زي مشكلة تعاطي المواد المخدرة. احنا الحقيقة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، احنا الحقيقة بنشتغل على أكثر من محور. احنا بنشتغل على المحور العلاجي، بنشتغل كمان على إعادة تأهيل المتعافين بعد طبعا علاجهم مجانا وبسرية تامة. احنا داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بننفذ العديد من الأنشطة، سواء أنشطة رياضية أو حتى ترفيهية أو كمان أنشطة ثقافية. احنا مش بس بننظم دوري رياضي للمتعافين من الإدمان، احنا كمان الحقيقة بنعمل لهم زيارات لزي المناطق الأثرية وتعرفهم ب يعني آثار مصر العظيمة، بنعمل لهم كمان أنشطة ترفيهية، بنعمل لهم حتى خلال فترة الصيف للشواطئ الساحلية. كلها الحقيقة دي خدمات ما بعد العلاج المجاني لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. احنا كمان بننفذ يعني مبادرة اسمها بداية جديدة بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي، وان احنا بنتيح كمان قروض للمتعافين لمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة تعينهم على أعباء الحياة وتوفر ليهم مصدر رزق. يمكن على مدار الفترة الماضية احنا دربنا أكتر من يعني 12500 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل عظيم. لأن الحقيقة احنا مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هي خاصة بعلاج وتأهيل المرضى بتتميز من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، إن هي لديها ورش لتدريب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل. ده بيبقى مهم لإعادة دمجه كمان مجتمعيا، خاصة إذا كان هيتعرض لرفض مجتمعي نتيجة إدمانه لأي من أنواع المخدرات لفترة من الزمن. لكن بالرجوع إلى دوري المتعافين، ودي فكرة مهمة جدا بترجعنا لأهمية الرياضة، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عنها. انطلقت في كم منطقة من المناطق المطورة لحد دلوقتي؟ احنا بننفذ الحقيقه، عندنا توجيهات من القياده السياسيه ان احنا ننفذ برامج توعويه متكامله لحمايه اهالينا في المناطق المطوره بديله العشوائيات زي الاسمرات والمحروسه وبشائر الخير وحدائق اكتوبر والحقيقه والعديد من هذه المناطق. احنا عملنا دوري رياضي لخمس مناطق مطوره اللي هو الاسمرات وبشائر الخير والمحروسه. الدوري الرياضي الحقيقه ده تعظيم دور الرياضه لمواجهه مشكله تعاطي المواد المخدره. بنشجع المتعافين وبننفذ فيهم أنشطة وبرامج مختلفة بعد العلاج المجاني. احنا كمان الأنشطة اللي هي داخل المناطق المطورة بتعتمد ان احنا كمان بنوعي الأسر من خلال زيارات منزلية للأسر الى منازلها، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو الأسرة لا قدر الله عندها ابن بتعاطى مواد مخدرة ايه ابرز العلامات اللي ممكن تدل ان الابن بتعاطى مواد مخدره، وازاي الاسره تتواصل مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان من خلال الخط الساخن اللي هو 16023.
للحصول على الخدمات العلاجيه مجانا وبسريه تامه. احنا افتتحنا داخل المناطق المطوره بديل العشوائيات 6 عيادات لاستقبال الشباب لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدره، وكمان تقديم خدمه المشوره، وكمان تقديم الخدمات العلاجيه لاي مريض مجانا وبسريه تامه. طب استاذ مدحت، من يعني الدوري للمتعافين، هل ده انطلق مرحله اولى في ال5 مناطق اللي حضرتك ذكرتهم كمناطق مطوره بديله العشوائيات، وهيتم بعد كده اطلاق مراحل اخرى لضم المناطق اللي بيكون فيها او بيقطن فيها متعافين على مستوى الجمهوريه ومحافظات الجمهوريه المختلفه؟ احنا الحقيقه الدوري الرياضي هو في استمراريه. احنا قبل كده اطلقنا دوري رياضي للمتعافين للمراكز العديمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. دلوقتي بنطلق دوري رياضي للمتعافين من أبناء المناطق المطورة، والحياة الدوري الرياضي ده في استمرارية. يعني إذا ال5 مناطق بعدها هيبقى فيه كمان المناطق الأخرى وبشكل مختلف، سواء بقى دوري رياضي، أنشطة ترفيهية زي ما أشرت لحضرتك، أنشطة ثقافية، كلها الحياة بتصب في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني وإطار إعادة دمج المتعافين. فكلها الحقيقة أنشطة مختلفة، سواء أنشطة رياضية أو حتى كمان تعليم المتعافين حرب بيحتاجها سوق العمل، كل ده في إطار إعادة دمج المتعافين وتأهيلهم مرة أخرى لدمجهم في المجتمع. شكرا جزيلا أستاذ مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. شكرا جزيلا.